نتعرف على طريقه كيفيه اقفال تخطيط الشاشه الرئيسيه على هاتفكم سامسونج. نقوم بالضغط هنا على ضبط الاعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الشاشه الرئيسيه، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على اقفال تخطيط الشاشه الرئيسيه. وهكذا نكون قد قمنا بتفعيل اقفال تخطيط الشاشه الرئيسيه. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكله. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناه، ونراكم في فيديوهات القادمه ان شاء الله.